من منطلق التوافق مع توجهات الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، يستمر حزب حماة الوطن في إرسال القوافل المحملة بمئات الأطنان من المساعدات المتنوعة لتقديم يد العون لأشقائنا في غزة. وقافلة اليوم تعد الأكبر كما ونوعا مما قدمه حزب حماة الوطن حتى الآن. زي ما احنا شايفين العربيات كلها موجودة ومحملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية لأهالينا في غزة. كل الدعم لأشقائنا في غزة، الشعب المصري كله بكافة طوائفه وأحزابه السياسية ومنهم حزب حماة الوطن يقوم بتقديم كل المساعدات. قافلة اليوم تقريبا حوالي 700 طن من المستلزمات الغذائية والمستلزمات الطبية، فيها حاجات كتير جدا، كل ما يحتاجه أشقائنا الفلسطينيين. حزب حماة الوطن لا يتوانى عن دعم الأشقاء ودعم الدولة المصرية. احنا بنقول لأشقائنا في فلسطين ان احنا جنبكم وان احنا مساندينكم وبندافع عنكم، واقفين ضد سياسة التهجير القسري التي يرسم لها الكيان الموجود الحالي، وضد إقامة الدولة الفلسطينية. لن نترك القضية الفلسطينية حتى تم إن شاء الله إنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس بإذن الله. كل التحية والتقدير لأخواننا الفلسطينيين الصامدين والمتمسكين بأرضهم، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله لكل إخواتنا الفلسطينيين. من سنة 48 وإحنا مع الفلسطينيين قلبا وقالبا، والحمد لله يعني الحزب عامل طفرة كبيرة جدا لإخواتنا الفلسطينيين ولدعم إخواتنا الفلسطينيين. إحنا من الأحزاب الأولى في مصر اللي دايما متواجبة مع الأحداث والمشكلات اللي بيمر بيها إخواتنا العرب. يمكن مصر دايما فتحت دراعاتها لإخواتنا العرب. قدرنا بفضل الله رب العالمين بجميع مساهمات أعضاء حزب حماة الوطن إن إحنا نقدر النهاردة تبقى دي القافلة محملة بـ700 طن، بإجمالي تقريبا ما يقرب الـ2000 طن، وإن شاء الله مستمرين لدعم أهلينا وإخواتنا في غزة وفي فلسطين. مثلت المساعدات المصرية 80% من إجمالي المساعدات العالمية، وشارك فيها حزب حماة الوطن بأعداد كبيرة من القوافل منذ بدء الاعتداءات، وتلك القافلة الكبيرة التي تتجه نحو أشقائنا في القطاع تأتي تماشيا مع موقف الدولة المصرية باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في غزة.